نهائي مرتقب، الأهلي يقترب من لقبه العاشر ولقبه الثاني على التوالي عندما يواجه كايزر شيفز في نهائي مصري جنوب أفريقي على الأراضي المغربية. كايزر شيفز أو فريق الأماكوشي يتأهل لنهائي دوري أبطال أفريقيا للمرة الأولى في تاريخه. اتأسس سنة 1970 وتوج بلقب الدوري 12 مرة بالمسمى القديم والجديد، وبلقب الكاس 5 مرات، ويعتبر الفريق الثاني في جنوب أفريقيا بعد سان داونز. أفريقيا الفريق ملوش أي إنجازات بخلاف الفوز بكاس الكؤوس الأفريقية سنة 2001 وواجه الأهلي في السوبر وخسر 4-1. الإسكتلندي ستيوارت باكستر 67 سنة هو المدير الفني للفريق، يتولى الإدارة الفنية للفريق من شهر واحد بس بعد رحيل المدير الفني الجنوب أفريقي جيفن هانت. الإدارة بالفريق موسم كامل لكن تمت إقالته بسبب سوء النتائج وحصول الفريق على المركز الثامن في ترتيب الدوري، وده من أسوأ مواسم الفريق عبر التاريخ. باكستر درب العديد من الفرق في جنوب أفريقيا زي سوبر سبورت، وكان هو نفسه مدرب جنوب أفريقيا اللي أقصى مصر على أرضها في وسط جماهيرها في دور 16 في أمم أفريقيا 2019. أبرز لاعبي الفريق سمير نوركوفيتش، مهاجم صربي 28 سنة، سجل 6 أهداف وصنع 4 وطوله 187 سم. ليوناردو كاسترو لاعب سان داونز السابق، مهاجم كولومبي 31 سنة وسجل 9 أهداف. مانياما لاعب وسط مهاجم 29 سنة، سجل 8 وصنع 4 أهداف. والفريق بيضم ضمنه صفوفه خاما بيليت المهاجم السابق لسان داونز لكنه مصاب لفترة طويلة. كايزر شيفز بيلعب 3-5-2 اللي تتحول ل 5-3-2 في الحالة الدفاعية. الحارس بوفوما أمامه ثلاثي وسط دفاع نيجيزانا وماثوهو كاردوسو، وعلى اليمين فروسلر، وعلى الشمال ساسمان. وسط ملعب الثلاثي كاساندي ارتكاز متأخر، قدامه اثنين بلوم على اليمين وباركر على الشمال، وفي الهجوم الثنائي كاسترو ونيركوفيتش. في بعض الأحيان بيشارك زورو في مركز الباكليفت، ومانياما في مركز المهاجم، ومشياني ونكجوبو في مركز الوسط المهاجم. كايزر تشيفز في المعتاد مش بيعتمد على هجمات المرتدة وبيعتمد على تحضير اللعب والكرات العرضية، لكن قدام الوداد ومتوقع برضو قدام الأهلي هيعتمد على التأمين الدفاعي وعلى عرضيات الخاطفة والهجمات المرتدة. اعتمد على 3-5-2 قدام الوداد في المغرب ولعب 4-4-2 في جنوب أفريقيا، وغالبا هيلعب بنفس خطة الوداد في المغرب قدام الأهلي اللي هي 3-5-2. في مباراة سيمبا مثلا كايزر شيفز كان ماسك كورة، وتقريبا كل الفريق مرر لبعضه أكتر من 5 تمريرات مشتركة. في المقابل في مباراة الوداد في المغرب عدد قليل من اللاعبين مرر أكتر من 5 تمريرات مشتركة، لأن الفريق ترك الاستحواذ للوداد وهيعمل كده برضه قدام الأهلي. أبرز نقاط قوة الفريق هي الكرات العرضية، 26 عرضية صحيحة من ناحية اليمين مقابل 17 من ناحية الشمال خلال آخر 10 مباريات. آخر 25 هدف سجلهم الفريق منهم 16 هدف عن طريق كرات عرضية. فروسلر الظهير الأيمن أكتر لاعب لعب للكرات العرضية وأكثرها دقة 54.5%، وده رقم ممتاز جدا. كاسترو نيركوفيتش أكتر لعيبة استقبال الكرات العرضية 12 كرة عرضية لكل لاعب. نيركوفيتش قدر يسجل 7 أهداف بالراس خلال آخر 10 أهداف سجلهم، أما كاسترو سجل 4 أهداف بالراس في آخر 5 أهداف سجلهم اللاعب. تسديدات الفريق اخر 10 مباريات تصدرها نيركوفيتش ب 20 تسديده منها 8 على المرمى، ورا كاسترو 15 تسديده منهم 4 على المرمى. الواضح هو فعاليه نيركوفيتش انه سجل 4 اهداف من اهداف متوقعه 2.3، ونفس الكلام لكاسترو. صناعه الفرص اغلبها زي ما اتكلمنا بيكون من ناحيه اليمين، لكن الملاحظ برضو ان باركر لاعب الوسط الايسر صنع فرص كتير لزمايله لكن ما استفادش منهم الفريق. بالإضافة لنقطة القوة الأساسية للفريق اللي هي الكرات العرضية، أوقات بيعتمد الفريق على اختراقات استثنائية من كاساندي لاعب الوسط أو البديل مشياني اللي بيخترقوا من النص وبيشكلوا خطورة على مرمى الخصم.
اخر نقطه بيتميز بيها الفريق هي كاردوزو لاعب الدفاع الايسر، بيلعب برجله كويس جدا، دقه تمريراته ممتازه 88%، بالاضافه لثلاثي الدفاع اللي بيجيد الكرات الراسيه في الكرات الثابته، خاصه ماثوهو اللي سجل 4 اهداف الموسم ده منهم 3 في دوري ابطال افريقيا. نقطة الضعف الأبرز للفريق هي الدفاع، الفريق الموسم ده سجل 34 هدف واستقبل 37 هدف، مشكلة تمركز كبيرة واضحة بين الثلاثي الخلفي كاردوزو وماتوهو ونيجيزانا مع عدم ارتداد باركر أو بلوم بيتكشف نص ملعب الفريق وبيقدر الخصم يكسر الخطوط، فبيضطر كاردوزو يخرج من مكانه ويدعم النص وبيكشف أنصاف المساحات في الناحية الخلفية بيسجل منها الخصم. نيجيزانا وكاردوزو بيخسروا 40% من الثنائيات وده رقم كبير جدا وبيسبب اهداف كتير استقبلها الفريق، بالاضافه ان اكتر مكان فقط فيه الفريق الكوره في الملعب هي منطقه جزائه. نفس المشكله بتكون على الطرف مع عدم ارتداد فروسلر او ساسمان، بيكون في مساحه للخصم بيلعب منها كرات عرضيه مع وجود مشكله تمركز في الاساس عند الفريق، فبيستقبل اهداف كتير من الكرات العرضيه. فرصة سانحة للأهلي لتحقيق لقب قد يكون الأسهل بعد لقب أورلاندو بايرتس الجنوب أفريقي عام 2013، بشرط احترام الخصم واستغلال نقاط ضعف الواضحة، واللي فشل الوداد في ترجمة استحواذ فوق 80% وأكثر من 30 تسديدة على المرمى الأهداف. فهل يفعلها موسيماني مجدداً ويتوج باللقب للمرة الثانية على التوالي؟ ده اللي هنعرفه من نهائي المغرب الأسبوع الجاي.